بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، يا رب تكونوا بخير. ومعانا النهاردة الأسبوع الثالث والتقييمات. كان معانا في الأسبوعين اللي فاتوا التقييمات هو تقييم واحد في كل أسبوع، لا، الوزارة في الأسبوع الثالث منزلنا 3 تقييمات. يعني المدرس على السبورة هيقسم السبورة لثلاث أجزاء ويكتب الـ3 تقييمات، والمفروض انه يقسم الفصل لـ3 مجموعات، وكل مجموعة بتحل تقييم من التقييمات الثلاثة. النهاردة احنا في فيديو واحد هنحل الـ3 تقييمات. بس قبل ما نبدأ كالعادة ما ننساش نصلي على النبي في التعليقات ونشترك في القناة علشان يصلنا ان شاء الله كل التقييمات القادمة. تعال ننظر كده للتقييم الاول، ومديني قطعة لهاشم ابن عبد مناف. ايها الناس، الحلم شرف والصبر ظفر والمعروف كنز والجود سؤدد والجهل سفه والأيام دول والدهر غير والمرء منسوب إلى فعله ومأخوذ بعمله، فاصطنعوا المعروف تكسب الحمد، ودعوا الفضول تجانبكم السفهاء، وأكرموا الجليس يعمر ناديكم. بيقول لحدد من الخطبة العبارة اللي تتفق مع قول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا، ويوم نساء ويوم نصر. طب فين العبارة اللي بتقول كده؟ الأيام دول. الأيام دول. ما معنى الأيام دول؟ يعني يوم ليك ويوم عليك. التشبيه البليغ ده اللي هو المعروف كنز، تشبيه بليغ، عايزين نحوله إلى تشبيه مفصل. طبعا البليغ فيه طرفين فقط، مشبه والمشبه به، يبقى أنا عايزني أزود له أداة وأزود وجه الشبه. فلو زودنا الأداة مثلا نقول المعروف كالكنز. طب تعالى نزود وجه شبه. طب المعروف شبه الكنز في إيه؟ في القيمة. يبقى كده أنا أضفت أيضا وجه شبه، المعروف كالكنز في القيمة. طيب ميز من ميالي المقولة التي تمثل فن المثل. مين في دول مثل والباقي هيبقى حكمة؟ عاد بخفي حنين، أي جت معانا في أول حاجة وإحنا حافظينها طبعا، عاد بخفي حنين، ده اللي هو مثل. أما من سلك الجدد أمن العصار، رضا الناس غاية لا تدرك، خير العفو ما كان عند المقدرة، فدي طبعا إيه؟ حكم. طيب إن أعداءنا المتربصين بنا ليسوا مدركين وطنيتنا. عايزني احدد اسم وخبر الفعل الناسخ. طيب الاول هو فين الفعل الناسخ؟ معايا الفعل الناسخ ليس، ليسوا، ادي ليس الواو اسمها، ليسوا ايه؟ مدركين خبرها، وطبعا نوعه مفرد. طب والاسم نوعه ايه؟ ضمير متصل. يبقى اسم وخبر الفعل الناسخ الاسم اللي هو واو الجماعه. طب ونوعه ايه؟ ضمير متصل. طب والخبر؟ الخبر مدركين. طب وايه نوع الخبر؟ خبر مفرد. يبقى مره ثانيه، واو الجماعه هي الاسم، ولما يقول لي عن نوعه ايه؟ ضمير متصل. طب والخبر؟ مدركين. طب وايه نوعه؟ مفرد. اكتب برقية لشعب مصر والجيش العظيم بمناسبة الاحتفال بانتصار 6 أكتوبر. ركزوا معايا كده، البرقية معروف ان البرقية لازم تبدأ الاول بالمرسل اليه، وبعدين العنوان، وبعدين نص البرقية، وبعدين بنيجي هنا بيبقى المرسل والعنوان. هو مديني هنا المرسل اليه شعب مصر وجيشه العظيم، فانا ممكن اكتب هنا في المرسل اليه شعب مصر وجيشه العظيم. طب ايه نص البرقيه اللي انا ممكن اكتبها في احتفال؟ يبقى اكيد تهنئه شعب مصر وجيشه العظيم، اتقدم بخالص التهنئه بمناسبة انتصار
اكتوبر العظيمة. مرة ثانية، شعب مصر وجيشه العظيم، أتقدم بخالص التهنئة بمناسبة انتصار أكتوبر العظيم. طبعا فوق مرسل إليه وعنوان، وتحت المرسل والعنوان. وكده انتهينا من التقييم الأول، تعالوا ننتقل للتقييم الثاني. نديني أيضا أكثم ابن صيفي، وده معروف أنه من أشهر خطباء العصر الجاهلي. لن يهلك امرؤ عرف قدره، والعدم عدم العقل لا عدم المال، ومن عتب على الدهر طالت معتبته، ومن رضي بالقسم طابت معيشته، وآفة الرأي الهوى، والحاجة مع المحبة خير من البغض مع الغنى. بيقول لي هات من الخطبة دي ما يدل على أن فقدان الحكمة أشد من الحاجة والفقر. إن يفقد الحكمة العقل أخطر من إن يفقد المال. طيب فين الجملة اللي بتقول كده؟ لو نظرنا هنا أهو، والعدم عدم العقل لا عدم المال. العدم يعني الفقر، عدم العقل لا عدم المال. يبقى الفقير فقير العقل وليس فقير المال. البيت، أنا كالماء إن رضيت صفاء، وإذا ما سخطت كنت لهيبا. استبدل، عايزين نشيل الكاف دي ونحط بدلها كأن، وبين نحدد نوع التشبيه في الشطر الأول. أنا كالماء، أنا لو حطيت هنا كأن فأنا هتبقى متصل بقى، فتبقى كأنني الماء، كأنني الماء إن رضيت صفاء. ويقول لي حدد نوع التشبيه. الأداة الكاف اللي هي كأن موجودة، كأن. طب وفين المشبه اللي هو ياء المتكلم بيعود عليا؟ طب مين المشبه به؟ الماء. طب في وجه شبه بيني وبين الماء؟ اه طبعا اهو، صفاء. يبقى في كم طرف دول؟ أربعة موجودين. يبقى نوع التشبيه ايه؟ تشبيه مفصل، لأنه ذكر الأربع أركان. في دول البيت السابق نوع خبر كان، كنت لهيبا، نوع كان واعرب ما بعدها، كنت لهيبا. طبعا في خبر اهو اللي هو لهيبا، تبقى كان دي ايه؟ ناقصة. يبقى نوع كان ناقصة. طيب والخبر اللي هو لهيبا عايز نعربه، طبعا لهيبا خبر كان منصوب، وطبعا منصوب علامة نصبه ايه؟ الفتحة، وطبعا منصوب بالفتحة الظاهرة. أوفى من السماء، مفيش حد أوفى من الرجل ده، بنضرب به المثل في الوفاء. فهو بيسألني إيه نوع الفن المصري؟ لسه بنضرب به المثل في الوفاء. يبقى نوع الفن المصري إيه بتاعه؟ يبقى طبعا ده مثل. طب يقول لي اذكر سمة من سماته، معروف من سمات المثل الإيجاز. ولو عايزين نزود، هو عايز خاصية واحدة، جمال الصياغة. ولو عايزين نزود، وضوح الدلالة. طيب التعبير بقى، اكتب دعوة على صفحتك الإلكترونية، والدعوة دي لزملائك عشان يحضروا احتفال المدرسة بنصر أكتوبر. زملائي الأعزاء، أدعوكم لحضور حفل المدرسة بمناسبة انتصار أكتوبر، وذلك يوم، طبعا ما حددليش يوم فأحط شرطة، التاريخ، وبرضه ما حددليش التاريخ فشرطة مش هكتب فيها حاجة، المكان، طبعا المكان دي ممكن اكتبها، ممكن اكتب له فيها المسرح المدرسي، ممكن اسيبها فاضية. الساعة، وبرضه هسيبها فاضية. وكده حددت الدعوة. مرة تانية، زملائي الأعزاء، أدعوكم لحضور حفل المدرسة بمناسبة انتصار أكتوبر، ذلك يوم، ونسيبها فاضية، والتاريخ ونسيبها فاضية، المكان ممكن أسيبها فاضية، ممكن أكتب المسرح المدرسي، والساعة برضه بنسيبها فاضية زي ما هي. وبكده يبقى انتهينا من التقييم الثاني، تعالوا ننتقل للتقييم الثالث.
تقييم الثالث أيضا مديني وصية زهير بن جناب: يا بني قد كبرت سني وبلغت حرسا من ظهري، فأحكمتني التجارب وعلمتني، والأمور تجربة واختبار، فاحفظوا عني ما أقول وعوه تفلحوا. إياكم والخور عند المصائب، الجزع والضعف عند المصائب، والتواكل عند النوائب المصائب، فإن ذلك داعية للغم وشماتة للعدو وسوء ظن بالرب. معنى الخور لسه قايلين اهو، الخور ومعناها الجزع والضعف، الجزع. طيب ايه نوع الفن النثري؟ دول ما بيكلم اولاده على طول نعرف ان ده وصيه. طب ومن سمات الوصيه انها تكون ايه؟ انها فيها ايجاز، فيها قصر للجمل، كمان يغلب عليها السجع. هو عايز مني سمه واحده وتدل عليها، فاقول له يغلب عليها السجع. طب والدليل؟ تعال نجيب له مثال لجزء فيه سجع. لو قلنا اياكم والخور عند المصائب والتواكل عند النوائب، لو خدت المصائب والنوائب هلاقي بينهما سجع اهو، المصائب والنوائب، ودول تشابه الحرف الاخير اهو بين الفواصل فيديني سجع. عايزين احدد نوع التشبيه وسر جماله في هذا البيت: فؤادي جنة حفلت رباها بمختلف المشاهد والرسوم. فؤادي جنة، خلص التشبيه كده، طرفين فقط، يبقى على طول نقول تشبيه بليغ، اللي هو احدده له فؤادي جنة، تشبيه بليغ. طيب وصور الفؤاد بالجنة، يبقى ده سر جماله ايه؟ وسر جماله التوضيح. إذا أخلص الإنسان في عمله كان ناجحا، اجعل كان تامة في الجملة ثم أعد الجملة كتابتها صحيحة. كان ناجحا، ناجحا دي كده خبر لأنها منصوبة، فأنا عايز ألغي الخبر وأحوله إلى فاعل. فبدل ما هقول له إذا أخلص الإنسان في عمله كان النجاح، لا، أقول له كان أن الإنسان الناجح. إذا أخلص الإنسان في عمله كان الإنسان الناجح، أو ممكن أقول له كان الناجح، يبقى كده الإنسان دي بقت فاعل، طب الناجح بقت نعت. أو ممكن أقول له كان الناجح على طول، يبقى الناجح برضه هتديني فاعل، يبقى أصبحت هنا تامة لأن الإنسان هنا هتبقى فاعل والناجح هتبقى نعت. اكتب تعليق على الصورة، وطبعا التعليق برضو بمناسبة انتصارات اكتوبر العظيمة، فهو عن انتصار اكتوبر العظيم، ومديني صورة لجنودنا العظماء وهم بيرفعوا العلم على خط بارليف سيناء الحبيبة. نكتب تعليق فاقول له ايه؟ تحية لذكرى الابطال، تحية لذكرى الأبطال الذين رفعوا راية النصر وحققوا لنا الحرية. التعليق اللي ممكن اكتبه مرة تانية: تحية لذكرى الأبطال الذين رفعوا راية النصر وحققوا لنا الحرية. وبكده يبقى انتهينا من التقييمات الثلاثة. وما ننساش نصلي على النبي في التعليقات، نشترك في القناة، وننتظر إن شاء الله معانا الفيديو القادم، هيبقى معانا الأداء المنزلي، وبعد كده إن شاء الله هيبقى معانا أيضا الأداء الصفي، ومعاكم حتى حقوق التفوق. وفقكم الله.